السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الابتدائي، أهلا وسهلا بكم. معاكم مشري مدرسة اللغة العربية. النهاردة يا حبايبي هنتكلم عن ضمائر الغائب. يعني إيه ضمائر الغائب؟ يعني الناس اللي مش موجودة معايا، في شخص مش موجود قصادي غايب، فأنا هتكلم عنه. يا ترى هتكلم بصيغة إيه؟ أنا عندي 5 ضمائر، إن شاء الله هناخد منهم 4 ضمائر بس، والخامس هتاخده في سنة رابعة. أول ضمير عندي هو للمفرد المذكر. يعني إيه مفرد مذكر؟ يعني ولد واحد. هي للمفرد المؤنث، يعني البنت الواحدة. هم للجمع، بس جمع المذكر، يعني جمع ولاد كتير. هن للجمع، جمع المؤنث، يعني بنات كتير. تعالوا مع بعض نشوف أمثلة على الضمائر دي. هو للمفرد المذكر، هقول هو ولد، هو تلميذ، هو معلم، هو طبيب، هو مهندس. يبقى أنا دلوقتي بتكلم عن شخص مش موجود، غايب. تعالوا مع بعض نشوف أمثلة أكتر. ممكن أقول هو ولد مهذب، هو تلميذ مجتهد، هو طبيب ماهر. يبقى أنا اتكلمت دلوقتي عن الولد، وده مفرد مذكر، وهو غائب علشان حطيت له هو. تلميذ برضو مفرد مذكر، هياخد هو. طبيب مفرد مذكر، هياخد هو. الضمير الثاني هي للمفرد المؤنث، يعني بنت واحدة. هقول هي بنت، هي معلمة، هي طبيبة، هي تلميذة، هي فتاة، هي أم. تعالوا برضو مع بعض نشوف أمثلة عن المفرد المؤنث. مثال: هي بنت مهذبة. بنت مفرد مؤنث، هتاخد هي. هي تلميذة مجتهدة. تلميذة، تلميذة، يا ترى هتاخد ايه؟ هي مفرد مؤنث. هي طبيبة ماهرة. طبيبة آخرها تاء مربوطة، يبقى برضو مفرد مؤنث، هتاخد هي. هم للجمع، بس قلت جمع المذكر. جمع المذكر يعني ولاد كتير. تعالوا ما نشوف مع بعض أمثلة عنهم. مثال: هم أولاد مهذبون. أولاد كتير، جمع مذكر، هياخد هم. هم تلاميذ مجتهدون. تلاميذ كتير، برضو جمع مذكر، هياخد هم. هم أطباء ماهرون. أطباء، أطباء كتير، برضو هتاخد هم، لأن هي جمع مذكر. آخر ضمير معايا هن. هن للجمع المؤنث. يعني إيه جمع مؤنث؟ يعني جمع بنات كتير. تعالوا برضو مع بعض نشوف أمثلة. أول مثال معايا: هن بنات مهذبات. بنات كتير، جمع مؤنث، هياخد هن. المثال الثاني: هن تلميذات مجتهدات. تلميذات كتير، برضو هتاخد هن. المثال الأخير: هن طبيبات ماهرات. طبيبات كتير، جمع مؤنث، هتاخد هن. تعالوا تاني نراجع على ضمائر الغائب. هو مفرد مذكر، هي مفرد مؤنث، هم جمع للمذكر، هن جمع للمؤنث. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا ضمائر الغائب. أشوفكم على خير المرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.